محمد الحمادة، يعطيك العافية. نعم، لا يمثل المتعثرين إلا المتعثرين أنفسهم. عرفش مين معنا على الكاميرا؟ أخوي نبيل، تفضل. هيا أخوي نبيل، بعت لك كاميرا، تفضل. أخوي ياسين طلبت، هلا ببعث لك كاميرا يا ياسين. هاي بعت السلام لك أخوي عليكم. نبيل، أبو خليل بعت لك. السلام عليكم. أبو خليل، مساء النور، مساء الخير يعطيك وعليكم العافية السلام. هلا أخوي أبو علي، ومساء الخير للجميع. بداية أخوي أبو علي، اسمح لي بدي أدخل بموضوع بخصنا إحنا المتعثرين. أخوي عمار، هسه أجاوبك جاوبوا على جاوبوا يا دكتور، جوازات جاوبوا. السفر، وأخونا التوافقات هسه أجاوبك عليها. أخوي محمد الرمحي، بعد أخونا أبو خليل، الله خلي يبارك، أخونا أبو خليل يتحدث. الله يبارك فيك. نعم، تكاتفوا. بداية اسمح لي دكتور، تفضل أخوي أبو خليل. وبعد إذن الجميع، المفروض إنه نبعد عن المهاترات والمناكفات والمشاحنات بين جميع المتعثرين. فكونا من موضوع اللجان، ما في لجان، لأن اللجان دمرت القضية. إحنا بدنا نتابع قضيتنا ونسلم زمام الأمور بقضيتنا من داخل الأردن. كل إنسان مهتم بالقضية عنده فكرة بناءة، بنتبع الفكرة ما بنتبع الشخص نفسه. فابعدونا عن المشاحنات والمهاترات. أساسا هم مبسوطين إنه إحنا داقين ببعض، الحكومة والمسؤولين. لا لا، ما في أخو خليل، والله احنا لا في مناكفات ولا في دق بعض، واحنا بنبعد عن هذه يسعد الاحاديث كلها. مسألة احنا لا خلينا في صلب يسعد القضية ابو مساكم خليل. جميعا إخواني، اللجنة اسمحوا لي أنا ما صعب بدي الكلام. أتابع التعليقات. يسعد مساكم جميعا، كل باسمه، الحمايدة، البلولي، ياسين القدسي، الجميع يسعد مساءكم، وكل الاحترام والتقدير. حبيبي وأنا بدي أشيل التعليقات عشان أنتبه للفكرة اللي أنا بدي أحكي فيها. يسعد مساكم جميعا إخواني، تفضل ابو الله خليل. يمسيكم بالخير. كلنا متعثرين، وكلنا بنطالب بفترة سماح، فترة تجميد أحكام، تصويب أوضاع، شو ما سميت تسموها. بدنا نسدد ديوننا، سواء اللي عليه 100 ألف فما دون، أو 100 ألف وفما فوق. المفروض الحكومة والمجلس القضائي ما يفرق بين المتعثر 100 ألف فما دون و100 ألف وطالع، كله متعثر. كنا قبل سنتين ونص كان العدد 250,000 مواطن أردني متعثر، متعثر ومطلوب للتنفيذ القضائي. أخوي أبو الأيام خليل، هاي تجاوز 500,000. إحنا ما بنقدر نحصر الأرقام، عندنا متعثرين داخل الأردن ومتعثرين خارج الأردن. إحنا المفروض دولتنا وحكومتنا الرشيدة تفكر في المتعثرين اللي خارج الأردن، المواطنين اللي في الدول العربية المجاورة والصديقة والدول الأجنبية حتى. ما المواطن الأردني انهانت كرامته بالخارج، ما ظل إلنا كرامة حتى بالداخل. بس خليني اوضح لك، هي مش بس انهانت كرامته، هو المتعثرين اللي بالخارج بيلاقوا مرين، يعني مر انه الان في وضع لا يحسد عليه هناك، ومر ثاني اغلب المتعثرين طلقوا، العائلات تشتتت، الابناء ابعدت عن اباها، يعني واحد 4 5 سنين ما شافش اولاده، 7 سنين ما شاف اولاده، يعني تركهم 5 سنوات رجع لهم 15 17 سنه، يعني الوضع صعب جدا. هذا أبو غير علي صلي تفكك على رسول والتضايق الله، والتشرد. صلاة الأسر ودمار الأسر هذه أعداد الصلاة رهيبة والسلام. جدا، أعداد رهيبة جدا. وللأسف أغلب القضايا دمار الأسر والطلاق تعدادها من المتعثرين للأسف، سواء بداخل الأردن ولا بخارج الأردن. يعني المتعثر لما ما بيقدر يطعم أولاده، ولا بيقدر يقوم بالتزامات بيته ولا واجبات بيته، تدمرت الأسرة. هذا شيء واقع. أنا مش عارف أخوي مالك كثيرين. خليك مع البث أخوي مالك، أبو خليل إشي كمل واقع الحديث وخليني مرير أشوف أخونا مالك. للمتعثرين. شو بتسوى بحقي أنا كمواطن أردني على سبيل المثال، أنا بحكي، أو حق أي مواطن أردني بالخارج، لما بنحجز جواز سفره في مطعم ولا في كوفي شوب ولا في سوبر ماركت، وخصوصا
في جمهورية مصر جوازات السفر الأردنية محجوزة على مبالغ مالية، أخويا أنا مش شو بتسوى بعد ما كنا ملوك في جمهورية مصر؟ مقاهي ومطاعم مكتوب على أبوابها ممنوع دخول الأردنيين. أبو خليل يكمل حديثه وأنا راح أعمل اتصال معك وأسمع قصتكم وأنتم في فإلى الويب. متى الهوان؟ يعني وين كرامتنا كأردنيين لما مكتوب على أبواب المطاعم والمقاهي في مصر ممنوع دخول الأردنيين؟ شو بتسوى بحقنا وإحنا كنا ملوك نكون في مصر؟ فبدنا نحط يعني إيدينا بإيدين بعض الجميع، ما بقصد لجان، إحنا كأشخاص وكأفراد همنا قضيتنا، إحنا نلتف على القضية وخلف القضية ونتابع عملنا. أبو علي يعني أمامنا يعني شغل كبير المفروض نتابعه. الجميع اللي بالداخل هو ما بدنا نركن لا على فلان ولا على علان. وللأسف أنتم يا متعثرين، للأسف الشديد يعني فاسمحوا لي أنتقدكم، أنتم على بث بتكونوا قلة، يعني البث هلا اللي أمامنا قديش عليه؟ 50؟ وين المتعثرين؟ معلش يعني وينهم المتعثرين؟ والله المتعثرين اخوي ابو خليل بده تجيب له كف وهو طلب، نايم بده على تحل شنو؟ ولا قضيته نايم بحضر وتطعميه المحضر، خبز وتشغله يعني وقاعد بده تجيب له وقاعد. كف الطلب وتحل له قضيته وهو نايم بعسريره ولا بحضن مرته؟ معلش انا اسف على الكلمه. مع هيك ما زلنا قائمين وبنشتغل على القضية، وانت يا ابو خليل ابو بتعرف انه خليل ما بدنا اخوي، منه، وكنت صلاة وحديث وكل انت يوم في هذه ولا الخبر. انا ولا مصطفى الزيودي ولا الحمايدة ولا مهند العطيات ولا محمد انيس جرادات ولا باسل الخميس، احنا مجموعة اشخاص بننعد على اصابع الايد الواحدة، شو بدنا نسوي يعني؟ اذا احنا ما كنا مدعومين من المتعثرين انفسهم، المتعثرين يشاركونا الاراء والنقاش والحوار والحديث ويشاركوا لنا البثات، وإذا كان في وقفات يشاركوا البث الوقفات والاعتصامات، كيف بدها تنحل قضيتهم؟ يعني سامر الزيود ولا نبيل الجعبة ولا مهند العطيات ولا الحمايدة بده يجيب لك كف الطلب وانت نايم على سريرك كمتعثر نص مليون متعثر، انتوا وينكم؟ هل يعني احنا لما بنطلب منكم انكم تشاركوا بث ولا تعلقوا على بث، ولا احنا لا بندور شهرة وعليكم السلام ولا ورحمة الله. بندور لايكات ولا اعجابات، يعني بندور انه صوتكم يصل، لانه رقم معين للبث بصير متابع من المسؤولين، هذا اللي احنا بندور عليه. اذا وصلنا لرقم معين، رقم عالي، بدناش نقول بالالوف، بالمئات يا اخي، 500 لا ابو خليل، يعني انا شوف، يعني انا معلن عن البث من يومين وبنعلن قبل بيومين وبثلاثه، وانت بتشوفه. يعني انا هلا بطلع بجوز على الستوري، يعني بطلع فوق ال 250 300 واحد كابس لايك. طب ال 250 300 لو انت على صفحتك الان فتحت على اللايف هذا، بتلاقي انت عندك اعداد كمان، انت بتجيب خمسه سته، يعني كل واحد بيجيب خمسه سته. البث المفروض يصل فوق الالافات، حتى المسؤولين كمان طلع على هذا البث، يوصل بثك. احنا ما بنحكي لا باسقاط ولا بنحكي ولا سمح الله، احنا بدوله عظيمه بدوله قويه، احنا قاعدين بنحكي بقضيتك، بقضيه وطن، بحق مشروع. ليش خايف؟ ما بعرف وينك انت، ليش ما تحكي بقضيتك؟ كل واحد على صفحته لازم يرفع هاشتاج لحل قضيتك يا رجل. هاي قضية وطن، مش قضية سامر احنا ولا اليوم محمد ولا اقول لك خليل. شغله، طلعنا باشتاج عشان مقاطعه شركات الاتصالات، الاف الاشتاجات طلعت، الاف الصفحات كتبت عنها، طب وين المتعثرين انتم؟ يعني على المؤاخذه كم هائل من المتعثرين، المفروض تكونوا قوه هائله في كل شيء، في قضيتكم تحديدا وينكم؟ وينهم المتعثرين؟ يعني أنا السنة الماضية بعدت شوي عن قضية المتعثرين لأسباب عدة، ومن ضمنها الأسباب اللي حكى فيها أخونا مصطفى ما أنا بحب يعني الكذب بجوز ولا جيت من الدجل مصر تعبت صحيا ولا شوي. وين يعني أنا بس ماسنجر؟ طيب أنا ما إحنا بدي بدنا تبعت لي، أنا بدي أسألك قضيتك.
قضيتك بدها مشاركة، قضيتها بدها أول تقف 10 أنت دقائق وراها. على بثك يا سامر كان مشاركتين فقط، ومشاركتين مني أنا، شاركتهم على صفحة المتعثرين وعلى الصفحة اللي كانت تسمى بتعديل حق المدين، اللي صارت هلا مؤازرة لجمال لأخونا وحبيبنا جمال الربابة. كان 10 دقائق 12 دقيقة مشاركتين. يا اخوي على راسي يا اخوي جمال واخونا، احنا الان بنتكلم بقضيه. احنا حكينا مجلس النواب يا اخوان، مجلس النواب ما له بقضيتك، مجلس النواب له لما تيجي الحلول والتوافقات من الحكومه تحول لمجلس النواب يوقع عليها. احنا الان تكلم بقضيتك بحلك الاني، قضيتك حلك الاني. احنا بنطلب الان تجميد العقوبات لسنتين، تجميد العقوبات أبو لمده علي سنتين، وإعطاء تسويات من غير الربع القانوني. هذا حل آني، حل أبو آني علي ووقت نتكلم الله، فيه. النواب على تفضل مدار سنتين ونص شو تفضل. عملوا لنا؟ شو عملوا لكم يا متعثرين؟ برغم التصحيح اللي سحجتوا لهم اياه والتلميع اللي لمعتوا لهم اياه والحملات الدعائيه والانتخابيه اللي سووها للنواب، شو عملوا النواب؟ كانوا يحضروا بعض النواب اجتماع او اجتماعين على جميع على مدار السنتين ونص، وشاطرين يتصوروا السيلفي ويروحوا يروحوا. شو عملوا النواب؟ النواب انا بقصد النواب السابقين، وكل الاحترام والتقدير لاشخاصهم لانفسهم، كل الاحترام والتقدير، انا بنتقد ادائهم. مدار سنتين ونص كانوا قادرين انهم يدرجوا قانون تعديل قانون التنفيذ ورفع الحمايه الجزائيه عن الشكات على الجلسات اللي كانوا خلال الدورة العادية والدورة الاستثنائية. 118 نائب اللي بيحكوا عنهم وقعوا على المذكرة، هاي مذكرة مجرد هيك فرد عضلات وتلميع. 118 نائب لو انهم نووا وطلبوا ادراج القانون على المباحثات لاقراره كان صار فورا. 118 نائب يعني اغلبية ساحقة في مجلس النواب بيقدروا يعدلوا الدستور، بس هم ما بدهم يعدلوا، ولا بهمهم يعدلوا قانون التنفيذ، ولا بهمهم ينهوا قضية المتعثرين، عشان يظلوا يتغنوا فيها، عشان تظل للمجلس القادم حملة دعائية وانتخابية وبيانات افتتاحية لحملاتهم الانتخابية. النواب ما بينفعونا، النواب ضرونا ورحلوا أزمتنا ورحلوا القضية لمجلس النواب القادم. اسمح لي دكتور، انت في بداية بثك تطرقت لموضوع المرشحين الجداد والنواب ما بينفعونا، يعني النواب القدامى او المجلس الحالي اللي هو الثامن عشر كل الاحترام والتقدير لهم. اخوي ابو خليل، انا ما حكيت، انا حكيت احنا خلينا الان مش اكمل بصدد لا فكرتي، فلان ولا خلينا علان، اكمل احنا بصدد فكرتي. قضيتنا احنا فقط. يا دكتور سامر بعددنا الهائل من المواطنين الاردنيين المتعثرين نص مليون على الاقل، احنا المفروض نفرز في كل دائرة انتخابية نائب مرشح نوصله لقبة البرلمان يكون همه الوطن والمواطن، يكون حاسس بأوجاعنا إحنا المواطنين الأردنيين، يكون عايش أوجاعنا. أنا أكون صريح معك، أنا مساند لعدة أشخاص في عدة دوائر. أنا مساند في الدائرة الأولى للمرشحة ميادة كريم. معلش يا اخوي، لا ابو معلش خليل، رجاء رجاء والله، يبقى انا برجوك برجوك، انا شوف ابو خليل، كل انسان، انا مساند لابن عمي يا رجل، انا في قضية، لكن هذا ما اللي دخل انا بقضيه، انا ما هو بحكي يا الان سامر قضيتنا كمتعثرين. لا من لما في احنا ما بنعمل مواطنين دعايه انتخابيه أردنيين ولا على بث. رشحوا أنفسهم وهم عايشين القضية ومشوا مع الغارمات ومشوا مع المتعثرين وساعدوا بكفالات وساعدوا بالدفع للغارمات، هذول ليش ما نساندهم؟ ليش ما نساندهم؟ الله يجزاهم بالخير، اثنين يا الله سامر، يجزاهم احنا اذا بالخير ابو قاطعنا خليل. الانتخابات احنا بنسمح للنواب الموجودين حاليا نفسهم للعودة للمجلس، وبنسمح انا ما بقول بعرف انا بعرف يا مقاطع سامر، يا ابو ما خليل، بقول لك حكيت بدك قاطع، احنا المفروض نساند المرشحين اللي عايشين اوجاعنا، اللي عايشين همومنا، اللي حالهم من حالنا، ابناء الحرافين اللي زينا. بدنا بكل دائرة احنا المتعثرين وبنقدر نوصل مرشح او مرشحة اللي يحكوا همومنا، اللي خف اللي حاولوا، طبعا ما بيطلع بايديهم شيء يا ربنا الله، بس اقل ما فيها
انهم يحاولوا يخففوا عنا احنا المواطنين. نعم اخوي الصباح، انا ضد يحاولوا ذكر اي يخففوا اسماء، عنا احنا ما بنذكر اسماء لانهم ولا عاشوا عدد، انا اوجاعنا. ضد هذا. طيب اخوي ابو خليل، احنا الان في حديث لاخونا عمار يعني بخصوص القضايا الجزائيه، الان تحدث اخوي عمار مين عمار ومقصده منهم انه الان والاختار عمار؟ قرار انو المجلس عمار القضائي منهم؟ لا انا الان، بس بدي اعمل تعليقات، كل الاحترام للجميع. لا انا بحكي اخوي عمار الشكعة من مصر. هلا بخصوص تجديد جوازات السفر اخوي عمار، نعم هو الان بخصوص القضايا الجزائيه بما انها شملت بقرار المجلس القضائي كقضايا ماليه جزائيه، هي الان هو حق بتجديد الجوازات. والناحيه الثانيه اللي بنحكي عليه انه احنا كان في حديث لمازن ارشادات قبل ايام على بث اخونا الاستاذ طارق ابو الراغب، تجديد الجوازات هو حق دستوري، عدم تجديدها هاي مخالفة دستورية ويجب تجديد جوازات السفر. بنطالب احنا بتجديد الجوازات لانه الناس تضررت بالخارج، الناس ابنائها من 3 سنوات ما دخلت مدارس بسبب عدم تجديد جوازات أخوي السفر. سامر، إحنا هلا في مبادرة اللي هي تجميد الأحكام لمدة سنتين لغايات، هذا حل مؤقت لغايات تعديل القوانين والتشريعات لما يكون مجلس النواب منعقد، والسماح للمدين بتقديم التسوية بدون الربع القانوني، لا ربع قانوني ولا 15%. يا أخوي أبو خليل، يعني إحنا مطالبة الآن كحل آني هو إعطاء فرصة سنتين وتسويات من غير الربع القانوني، يصدر بقرار خلال أمر الدفاع كتجميد للعقوبات سنتين وإعطاء فرصة بتسويات وتجديد جوازات المفروض كل السفر. هذا هو المتأخرين المطلب الحالي لحين التشريعات، المفروض بعدين شرعوا ويقرروا زي يشرعوا ما كيف بدهم يا بدهم، أبو المهم خليل. يريحوا هالناس. المفروض كل المتأخرين، بالضبط، بالضبط المفروض هذا كل اللي احنا بنحاول. المتأخرين يطالبوا بتجميد الأحكام مؤقتا لمدة سنتين لغاية تعديل القوانين، وبنفس الوقت لا يحطوا لنا لا ربع قانوني ولا 10% ولا 15 ولا 5، 0%، لأن الناس ماتت، الناس ما معها. اللي عليه 10,000 ليرة منو يروح يجيب 2500 ولا 1000 ولا 1500؟ طب ما له سنة قاعد ولا سنتين ولا ثلاثة، مات من الجوع. مع العلم إنه إلغاء الربع القانونية والتسوية بدون أي دفعة مقدمة بتلغي 90% من المتعثرين، حلت قضية المتعثرين. العائق الوحيد يا اخوي بتصبح قضية المتعثرين كاملا حلت. انت لما تعطي تسويات من غير الربع القانوني، اي واحد مدين بيسعى بيركض للقاضي بالضبط. وللمحكمة انه بده يعمل تسوية من خلال انه القاضي يثبت يخرج دخله، انه دخل وحسب اثبات للمتعثر، دخله المتعثر يعمل له سنتين تسوية ثلاثة ودفع ولا خمسة للدخل. مرمي في بيته مش طالع، هو له دخل، في له مصدر دخل. حين اعطاء فرصة لكن لمدة سنتين، حين اعطاء فرصة في لمدة نقطة سنتين ان شاء الله رئيسية، بحاجة. وأرجو من أخواتنا اللي رافعين قضايا نفقة مطلقات أو حرقانات في بيوتهم ما يزعلوا مني. كثير من القضايا الشرعية اللي هي النفقة ترتبت بسبب التعثر المالي. زوجات كثير رفعوا قضايا نفقة على أزواجهم وهم متعثرين، أو تم الطلاق ورفعوا قضايا نفقة الأبناء. هل هو المتعثر على قضية شرعية مش متعثر مالي؟ ليش القضايا الشرعية مش مشمولة بقرار الدفاع، قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى؟ طب ما هو المتعثر الشرعي تعثر شرعيا من خلف التعثر المالي. في حدا بحب؟ واحنا بنحكي الان الناس اصلا تطالب من المتعثرين من خلال الطلقات اللي حصلت بعد قضيه التعثر بقضايا شرعيه ومطالبات ماليه شرعيه، اصبحت هي الان بالضبط. هكاهل على ايضا المتعثر. فاحنا يعني ابو خليل، مجمل حديثنا احنا بنطالب شمول جميع القضايا الماليه، ان كانت شرعيه وان كانت ماليه، وان كان بهذه الفرصه السنتين حتى أبو علي المبالغ بدي أسألك، مهما كان سقف المبلغ ينشمل. وبعد يا سيدي السنتين معك، انت بعد سنتين اذا ما لا واحد اثبت أبو حسن علي، نيته يسيدي هي السجن بالنسبة عندك، للقضايا والحين الشرعية تغيير بدي أسألك التشريعات. أنت والمتابعين لبثك،
في واحد سواء زوجته على ذمته وعند اهله ورافعه قضايا شرعيه نفقه او مطلقه، في واحد بحبش يصرف على اولاده؟ جاوبني. طيب ابو خليل، احنا بدينا اتصالات، خلينا بكل نفضل احترامي الاتصالات انا، لانه في بكل اخوان احترام، بنوابع. بكل احترامي للجميع، بس مع انا هذا تفضل. سؤالي عشان اذا في حدا من المسؤولين شايف البث يعرف الاجابه. في اي رب اسره بحبش يصرف على اولاده؟ اكيد كل رب اسره أكيد اساسا لا، أكيد الانسان ما تزوج وكون اسره الا عشان يتحمل مسؤوليه عائلته. فالمتعثر المالي على قضايا شرعيه نعم، هو متعثر مالي أشكرك بالاصل من ابناء الشعب المتعثرين. كل الاحترام والتقدير لك اخي سامر، وبتمنى من جميع المتعثرين، شكرا بتمنى أخوي من نبيل، جميع شكرا المتعثرين يناصروا قضيتهم، وقفوا خلف قضيتكم. كل واحد هاشتاج على صفحته الشخصيه، احنا نص مليون بني ادم، لا تستهين بحالكم. والله. اخوي ابو خليل شوف، يعني انا بجوز هي بتحدث بالقضيه، سابقى اتحدث، ولكن اذا بيظل وضع المتعثرين هيك 30 و50 على البث، يعني انا راح اعتذر، يعني انا احدى بالنهاية المتعثرين بدنا اذا نقول لكم كنا مع قلع بعض. الشوكة بيدكم، ما إذا بدكم احنا تضلوا نايمين في بيوتكم. كنا 4 سنين بنشتغل وتعبنا، يعني حتى صحيا. والله في ناس بتسأل وينك، ليش ما بتطلع بث؟ يا اخوان انا من روحت من مصر، والله صحيا تعبت، يعني الواحد مش المفروض خلينا أنت نقول مش سويت، مكنة، المفروض أنت سويت قسطرة صحيا قلبية. بيتعب، نفسيا تعبنا. منكم انتم متعثرين فاحنا اذا وينكم؟ بدهم يضلوا متعثرين متخبيين في بيوتهم وبس من خلف الشاشات، احنا مضطرين اسفين نقول لكم قلعوا شوكوا بايدكم، وكل واحد يحل مشكلته. حتى نوصل صوت، احنا حتى نوصل يعطيك صوت. الف عافيه، شكرا يا اخوي تصبح على ابو خير. خليل، خلينا ناخذ اتصال تصبح ثاني. على خير، هلا بيك الله يا اخوي. يعافيك، تصبح على خير. واخواني معنا اخوان في حدود نويبع من المتعثرين، ما بعرف شو قصتهم، يعني هسه اجانا اتصال. شكرا ابو خليل، اهلين اخوي. علي صوتك اخوي مالك. اخوي مالك انت على البث، ممكن تطرح شو قضيتك، شو مشكلتك؟ احنا 3 شباب اردنيين مقطوعين في مدينة نويبع. مسموع يا اخوان؟ تمام. تفضل. طبعا جينا عالمين هون على اساس انه في رحلات، وانه مصر يعني دولة كانت مصنفة خضراء. للاسف انه انقطعنا هون وقعدنا نستنى في الرحلات وما في رحلات، وقعدنا لاخر نفس يعني. والان احنا محشورين، احنا قاعدين نرجع على القاهره ولا قاعدين نطلع على عمان ولا قاعدين نعمل اشي، احنا قاعدين جنب الميناء. طبعا اخواني احنا حكينا مع السفاره، تواصلنا مع اكثر من شخص انه يقدر يساعدنا، يخدمنا، يحاول يوصلنا لحد صاحب راي انه نروح على احدى العبارات. كل يوم الصبح بتطلع العبارات على الاردن، يعني بس بقول لك ممنوع حد يخرج عليها من المسافرين. اخوي مالك، يعني احنا بدورنا ان شاء الله صوتكم بيوصل اخواننا متقطعت فيهم السبل وهم على حدود النويبع. احنا بناشد المسؤولين، بناشد رئاسة الوزراء، بناشد انه الناس هذه تروح. طبعا ما بعرف يعني هو هلا موضوع العودة مربوط كيف، في له سياسة خاصة بإدارة الأزمات، يا ريت إدارة الأزمات يسمعوا هذا الحديث. اخوي مضبوط. احنا استاذ دكتور سامر، طيب كمان يعني احنا يعني حتى الطيران يعني استغربنا، يعني انه يعني كثير غالي جدا علينا، احنا مقطوعين، احنا يعني اهالينا استنفذوا كل قوتهم طيب على انت اساس انه نحاول نروح، حتى لو بالبحر، ورحنا وقعدنا عند الميناء على اساس نروح، وما للاسف ما قدرنا انتوا نروح. بالاساس في مصر متعثرين، ولا كنتوا سواح، ولا كنتوا لا زيارة، ولا احنا اصلا كنا في تركيا وجينا على مصر على اساس انه مصر دولة خضراء. انتوا متعثرين بالاساس ماليا؟ لا لا لا، ما احنا متعثرين ولا شيء. انتم من تقطعت فيهم السبل، طبعا ان شاء الله انه هي صوتكم بوصل، واحنا معكم، انه الله يهون عليكم، وان شاء الله بعمل معك اتصال بعد البث ان شاء الله، ونشوف بلكي قدرنا طيب نوصل. ألف شكر، ألف شكر لك دكتور، ألف شكر لك. حبيب اهلي، عددهم 3 اخوي ابو عرفه، هي هم عددهم 3، هي في اخوان لنا بيسالونا من مصر، عددهم 3 ابو عرفه. اخوي والله يا ابو عرفه، احنا الكلام موجه هو يعني لدوله رئيس الوزراء. دوله رئيس الوزراء
قرار قضية المتعثرين ليش بالأدراج. قضاء قضية المتعثرين لازم يكون في حل جذري وسريع. أخوي خالد الطوالبة مساء الخير، أخواننا جميعا مساء الخير. أخوان يعني إحنا ما في جعبتنا أدلنا، إحنا بنوصل رسالة، رسالتنا يا متعثرين اقفوا مع قضيتكم، رسالتنا لرئيس الوزراء بدنا حل قضية المتعثرين لسنتين حاليا، إعطاء فرصة سنتين للناس تسويات من غير الربع القانوني لحين إصدار التشريعات. كنت معكم، أنا أشكركم على صفحتي، بتمنى البث الجاي يكون إحنا بنوصل صوتنا أكثر بعدد أكبر من إخواننا المتعثرين، وتصبحون على خير.